اوكي، اذا احنا بلشنا تسجيل ان شاء الله اليوم ننهي التوبيك الثاني اللي هو بيحكي عن نيرسينج اورجانيزيشن سيرتيفيكيشن اند ريجستريشن، وهذا التوبيك زي ما بتعرفه هو داخل في الامتحان. اذا الموضوع الاول نيرسينج بروفيشن، والموضوع الثاني نيرسينج اورجانيزيشن ريجستريشن اند سيرتيفيكيشن، هذول التو توبكس داخلين في الاونلاين كويز. طبعا موضوع الاونلاين كويز تواصلت اليوم مع جماعه المسؤولين عن ال ام سيستم واي ليرنينج، مش جاهز يعني ال ام سيستم مش جاهز، فانا راح اشوف دكتوره عليا نتفق على اليه نعمل فيها هذا الشورت كويز. ممكن نشوف نمتحن من الامتحان هذا على التيمز، او بصراحه مش عارفه، يعني انا بفضل دائما انه يكون الامتحان على منصه الجامعه نفسها اللي هي ال ام سيستم، بس لحد الان مش جاهزه، في دائما تعديل على السيرفر بيصير. طيب بشرى رافعه ايدك، في عندك سؤال يا بشرى؟ طيب خلينا نعمل شير لمحاضرتنا ونكمل اذا ما حدا عنده اي سؤال مبدئيا. اوكي، احنا المره الماضيه يعني انهينا موضوع الريجستريشن، وفهمنا انه شو موضوع ار ان وشو موضوع لايسند ار ان، وصارت الامور واضحه. الفرق الجوهري مين يحكي لي اياه من الجماعه اللي ركزوا في المحاضره المره الماضيه؟ لما اجي احكي يو ار ريجسترد نيرس، ولما اجي احكي لك ار يو لايسند اور نوت، فشو الفرق بينهم؟ يلا يا شعبة الاتجاهات، شعبة رقم واحد. حكونا يا جماعة، الناس اللي بيدرسوا أول بأول وينهم؟ ولا كلكم مش من هذا النوع؟ دكتورة أحكي الريجستريشن إنه خلص أي حدا خلص تمريض من يعني institution معروف ورسمي، تمام؟ واللايسنس هي انه عشان يقدر يعمل انه يطبق التمريض بشكل سيف لازم يقدم امتحان اللي بيبين المينيمال ليفل لإله. بالضبط، ممتاز. اذا يو كان بي ار ان اذا بس مجرد انهيت متطلبات هذا التخصص، وبعد هيك ما حدا امتحنك ولا شاف شو كفاءتك، بس انت غير محمي. أما بالمقابل if you take the license معناته أنت قدمت هذا الامتحان اللي يبين at least القدرة المطلوبة لحتى تشتغل في المهنة بدون أي مشاكل. ممتاز، نيجي للمفهوم الثالث في الشابتر نفسه اللي هو certification. برضو بنسمع فيها أنه certification شهادة. موضوع الشهادة هون باختصار يعني عشان أميزه عن registration وأميزه عن license، إنه في إشي إكسترا، في إشي زيادة مش مطلوب. خلينا نحكي بشكل مطلق، مش إشي مطلوب بشكل مطلق. يعني أنا لأنه ما معي certification ما بقدر أشتغل في التمريض؟ لا طبعا، بس أنا لأنه ما معي لايسنس ما بشتغل التمريض؟ نعم ممكن، ممكن انه مستشفى البشير مستشفى السلط ما بشغلك لانه ما معك لايسنس، بس مش معناته عشان ما معك سيرتيفيكيشن بشيء معين ما بيشغلوك، لا ممكن يفضلوا غيرك عليك اذا معك، اذا هم معهم هاي السيرتيفيكيشن وهي مش معك. فالفكره بالسيرتيفيكيشن هي granting of credentials to indicate that an individual has achieved a level of ability higher than the minimal، يعني higher than the license اللي انت اخذتها. انت تخرجت وعملت الامتحان ونجحت فيه، ممتاز، البيسك المينيمال صار موجود عندك، بدك تروح تقدم لشغل. إذا بدك تكون عندك higher chances إنك بدك تشتغل، بدك تظهر كفاءة أعلى higher من مستوى البيسك اللي هو اللايسنس، واللي هي بتكون معك هاي الشهادة. مثال عليها إنه مثلاً قدمت على شغل مثلاً بالنيونيتال كير، فلما حدا معه شهادة بالنيونيتال كير certification إنه هو أخذ دورة رعاية حديثي الولادة، تمريض حديثي الولادة، أخذ فيها شهادة، راح دورة 3 شهور سنة وأعطوها في أعطوه فيها سيرتيفيكيشن،
مبدئيا هو الشانسز اذا اعلى بانه هو ياخذ هذا المكان ممكن بناء عليها بيصير في انكم افضل. اذا فكره سيرتيفيكيشن انك تحقق هاير ليفل من النولج من السكيلز في سبيسيفيك اريا معينه في التمريض، رحت عملت دوره اي سي يو، عملت دوره في البيسك لايف سبورت، عملت دوره خداج، دوره طوارئ، دوره يعني هذا نحكي مجال مفتوح جدا، بيرجع ل your interests، بيرجع لانه انت وين حاب تشتغل، وين حاب تطور حالك، وهي الفكره الاساسيه من السيرتيفيكيشن هي التطوير. الان طيب مين بيعطيني السيرتيفيكيشن هاي؟ برضه هون المجالات كثير مختلفه، في سيرتيفيكيشنز تصدر عن جهات حكوميه، جهات مدعومه حكوميا، في عن جهات خاصه، في بعض السيرتيفيكيشنز معترف فيها بس في حدود الاردن، في سيرتيفيكيشنز معترف فيها انترناشونالي اذا حملتها ورحت فيها تشتغل برا بيعترفوا فيها، وفي اذر سيرتيفيكيشنز ما بيعترفوش فيها مثلا برا الاردن. تعتمد على قوه البروجرام اللي بيطلع هاي السيرتيفيكيشن. رحت على برنامج مش كثير معروف ممكن يعطوك سيرتيفيكيشن بس ما راح تكون بقوة برنامج انترناشنالي معروف ومعتمد. إذا كل حدا فينا ممكن يكون عنده سيرتيفيكيشن بمجالات مختلفة، ممكن تكون عدد كبير من السيرتيفيكيشنز، ما فيش حدود، ما فيش ليميتس، بس هي الفكرة هاير ليفل، هذا هو الفكرة الأساسية من السيرتيفيكيشن. طبعا السيرتيفيكيشن تيجي ما بعد اللايسنس اكيد والريجستريشن، فيش حدا انه دغري انا لساتني ما درست تمريض، انا مخلص توجيهي وبدي اروح اخذ سيرتيفيكيشن في مش عارف شو، نو واي. يعني بيفور يو ابلاي فور سيرتيفيكيشن يو ماست هاف هذول المينيمال ليفل بالاول. طبعا السيرتيفيكيشن في منها نوعين، رح نحكي عن نوع للافراد ونوع للمؤسسات. بالنسبه للافراد زي ما حكينا هي شخص بيأخذها لحتى يثبت أنه صار عنده ليفل أعلى، higher level of ability بالknowledge بسكيلز معينة، وهاي طبعا indicate أنه في عندك قدرة على أنك أفضل تؤدي هذا العمل بشكل أفضل، ولكن هي لا تغني طبعا عن اللايسنشور أكيد. دكتورة ممكن نعم هلا السيرتيفيكيشن اللي احنا بناخدها مثلا هلا لما نكون قبل ما نصير ريجستر نيرس او تصير او ناخذ اللايسنس، اذا اخذنا سيرتيفيكيشن لا تعتبر انه نفس المصطلحات يعني دوره؟ انت بتقصدي انه مثلا وانا طالب اخذت دوره؟ حكيت لكم بيعتمد على مصدر، على البروجرام اللي اعطى هاي السيرتيفيكيشن. إذا أنا هذا البروجرام اللي أعطاني هاي السيرتيفيكيشن معتمد، حتى لو أنا كنت طالب يعني لما أروح أقدم على شغل بيشوفوني ما رح يسألوني وين السيرتيفيكيشن تبعتك، شو أول سؤال رح يسألوني إياه؟ وين اللايسنس؟ هاي اللايسنس، طب شو في زيادة على اللايسنس؟ فلما يشوف أول إشي اللايسنس و يقتنع انه انا I can work as a nurse، بيجي يحكوا لي هاتي شو في اشياء اكسترا عندك وسيرتيفيكيشنز. مش الفكره انه انا ممنوع احصل سيرتيفيكيشن بيفور اي جيت ذا لايسنس، بس مستحيل حدا يحكي لي وين وين السيرتيفيكيشن تبعتك وما يسالني عن اللايسنس. بيسك اول شيء الواحد يبلش بالاساس اللي هو اللايسنس، وبعد ذلك في حال انه بده يظهر ليفل اعلى من قدرته في العمل بيكون في عنده سيرتيفيكيشنز حسب المجال اللي هو انترستد فيه. تمام تمام اوضح. طيب اذا السيرتيفيكيشن acknowledges the attainment of increased knowledge and skills and provides nurses with a means of means to validate their own self worth and competence. اذا هي لتعزيز التأكيد كدليل على قدرتهم أنهم يعملوا بشكل أفضل في هذا المجال. إذا نوعين حكينا من السيرتيفيكيشن، في سيرتيفيكيشنز تكون للإنديفيدوالز للنيرسز تحديدا، وفي سيرتيفيكيشنز بتكون للإنستيتيوشن رح نحكي عنها. فالإنديفيدوال سيرتيفيكيشن هي موست كومن تايب سيرتيفيكيشن واللي بنسميها إنديفيدوال سيرتيفيكيشن، ما اختلفنا عليها. طبعا when a nurse has demonstrated that he or she has attained a certain level of ability above and beyond the basic level اللي حكينا عنه، اذا هاي بنسميها certification، بينعطى فيها اثبات الكرتونه او تشهد
المؤسسة الفلانية أنه فلان أخذ دورة في المجال الفلاني وبناء عليه أعطي هاي الشهادة. إذا هي نوع من الدليل على أنه الشخص صار في عنده higher level of knowledge أو skills أو غيرها حسب هو البرنامج اللي عمل في هذا هاي الدورة وأخذ الشهادة. الشهادة ممكن يأخذها حسب البرنامج. في برنامج إنه مجرد حضورك، حضرت عنا شهر، حضرت عنا شهرين، كنت تروح وتيجي وتحضر، نعطيك certification. في other programs لازم في امتحان في النهاية، بعد ما تخلص الدورة بتقدم على امتحان، وإذا نجحت فيه، إذا جبت فيه علامة بنعطيك الشهادة. شيء مختلف من حسب من برنامج لآخر. وزي ما حكينا بالجديد مع تطور الحياة والتكنولوجيا وغيرها، صار في كثير شهادات بتنعطى من جهات مختلفة. كل ما دورت على برنامج أقوى معترف فيه مش بس بالأردن وخارج الأردن، بتكون أكيد السيرتيفيكيشن تبعتي إلها معنى أفضل. يعني حتى على مستوى مثلاً لو أنا رحت أشتغل في مكان معين واكتشفت أنه أنا لسه الليفل أوف نوليج أو سكيلز عندي في هذا المجال بده تقوية، بده improvement، وما بدي أستنى أنه بس خبرتي كسنوات تمر علي في القسم عشان أصير أعرف، بدي شيء أفضل. فممكن يروح الشخص يدور على دورة في تدريبية في هذا الإشي تحديداً، ويروح يشترك فيها وبيداوم فيها ويأخذ شهادتها، وهيك بيكون هو عزز الكومبتنسي عنده. إذن هذه الفكرة الأساسية من الـ individual certification في التمريض. أما الـ organization certification، هي صحيح اسمها certification بس فكرتها شوي مختلفة لأنها على level للـ organization. زي يعني أوضح مثال عليها اللي هو الاعتمادية، وهي فعلاً اللي هي بنسميها الـ accreditation. يعني الـ organization certification هي نفسها الـ accreditation، إنه هذه المؤسسة معتمدة، مصرح لها، معترف فيها. هاي هي فكرة الـ organization certification. زي مثلاً عنا إحنا كلية التمريض في الجامعة الأردنية أخذوا الـ ASIN، أخذوا الاعتمادية. إذن we have for our institution عندها الـ organizational certification. طب هذا شو فائدته؟ هذا فائدته للأشخاص الذين ينتمون لهذه الـ organization، إنه أنا لما أطلع منها، سواء كانت مثلاً كلية التمريض وتخرجت منها، أو مثلاً مستشفى أو مؤسسة صحية اشتغلت فيها وهي معتمدة، هذا بيعطيني قوة لـ my experience و my level of knowledge. يعني شتان ما بين مثلاً طالب يتخرج من جامعة أو من كلية تمريض ما عندها الاعتمادية، زي لما يكون يتخرج من هذا المكان اللي فيه اعتمادية، لما يطلع لبره ويبلش يعادل شهاداته ويقدم على قبول. في كثير جامعات تشترط أنه you must، يعني if you want to apply you must be graduated from an accredited organization. إذن organizational certification زي كأنها بتكمل my competency بس بطريقة أخرى، تثبت للعالم أنا هذا المكان اللي طلعت منه، اللي اشتغلت فيه أو اللي درست فيه معتمد. طبعا كثير بتختلف الشروط والrequirements حسب، مثلا احنا في كل التمريض لازم تدرسوا طلابكم هذه المواد بعدد الساعات هذا وبهذا الجزء العملي وهذا الجزء النظري والى اخره، بيصير في كل فتره تقييم وتقييم وتقييم لحتى ايش تمشي هذه المؤسسه في البروسيس اوف اكريديتيشن. وفكره الاكريديتيشن تحديدا هي اجت من النون جوفرمنتال نون بروفيت اورجانيزيشنز في امريكا، بس إلها قوة وتأثير يعني على الفيدرال والستيت جوفرمنت. فبالتالي صارت إنه المستشفيات حتى المراكز الصحية، مثلا إحنا عندنا في الأردن دخلوا في موضوع الاعتمادية الصحية، وهذا كله طبعا بنفت زي ما حكينا في النهاية لتثبت إنه these organizations على ليفل، على قدر جيد في تقديم الرعاية الصحية، في الـ level of competency للأشخاص اللي بيشتغلوا فيها. يعني موضوع مثلا التعليم المستمر لمثلا خريجي التمريض في مستشفى الجامعة الأردنية، عملوا ديبارتمنت كاملة بس اسمها التعليم المستمر، ليتابعوا اللي بيشتغلوا في الأقسام، إنه مش مجرد أنت تخرجت وخلص وبتشتغل في القسم فأنت أمورك منتهية، لا، you must continue your education. بدك تشترك في محاضرات سواء كمشارك سواء ك participant في تقديم ورقة علمية أو إشي قرأته أو إشي كتبته. هذا كله لحتى تستمر الـ organization نفسها في إثبات إنه it should keep having the organization certification اللي هي accreditation. فهذه هي فكرة الـ certification من ناحية الـ organizations. أي سؤال لحد الآن؟
طيب نكمل هيك من نوقف شوي، نكون حكينا عن الريجستريشن، عن اللايسنشور، عن السيرتيفيكيشن، وعن الهيستوري بشكل عام كيف اجت فكره اللايسنينج والريجستريشن. الان بدنا نروح لموضوع شويه مختلف اقرب للواقع حاليا، يعني مش هيستوري وفيوتشر، هي فكره الادفانسد براكتس. طبعا انا عمري ما سمعت بشيء اسمه ادفانسد براكتس، وخصوصا للنيرسينج بصراحه ما سمعت فيها. بس الفكره انه لما اجيت اقدم لماجستير في جامعه بامريكا، شو كان اسم التخصص؟ انا كنت بدور على تخصص اسمه الكوميونتي هيلث نيرسينج او الببليك هيلث نيرسينج. فلما كنت ادخل على التخصصات الجامعات، في احدى الجامعات شو حكوا اسم التخصص؟ ادفانسد براكتس ببليك هيلث نيرسينج. في قبل ببليك هيلث نيرسينج شيء اسمه ادفانسد براكتس، ما كنتش فاهمة شو الفرق، ولحد الآن يعني لو ما رحت على هذيك الجامعة يمكن بسمع فيه الآن وأنا بقرأ الترندز. فكرة Advanced Practice هي كالآتي، طبعاً هاي بدها قاعدة طويلة شوي. التمريض بطل دوره الترديشنال، وخصوصاً في الديفلوبت كونتريز، يعني تحديداً في أمريكا. الآن حكيت لكم أول ما بلش التمريض يصحى للعالم كان في أوروبا، ولكن مين اللي ريذم سريع جداً التطور صار والتقدم في أمريكا. ففكرة Advanced Practice فعلياً هي بلشت في أمريكا، صاروا يحكوا إحنا التمريض بدنا نضل زي هيك بس providing هاي البيسك كير لمتى؟ We can make change، خصوصاً إنه يعني تحديداً خلينا نحكي لكم عن السيناريو اللي كان موجود في أمريكا خلال السبعينات وثمانينات والتسعينات، كانت مشكلة كبيرة اللي هي اللي بيسموه sophisticated healthcare system. القطاع الصحي كثير معقد وكثير بيتحكم فيه البرايفت سيكتور، وكثير غالي الـ اي اجراء صحي، انك تروح على دكتور، انك تراجع اي طبيب، ان شاء الله طبيب عام ولا اختصاصي ولا غيره، very expensive. وكانت بحدود 25% من الاشخاص اللي عايشين في امريكا لا يملكون تامين صحي. يعني تخيلوا قديش كان في تطور في هالدوله، واكثر دوله في العالم تنفق من الـ expenditures على القطاعات المختلفة، أكثر إنفاق على القطاع الصحي هو في أمريكا. ومع هيك بتطلعوا شوي لهون بيلاقوا إنه صحة الناس اللي عنا مش واو بناء على اللي إحنا بنصرفه. يعني في دول بتصرف على القطاع الصحي كثير أقل منا، والناس وضعهم الصحي وبيعيشوا عمر أطول في هاي الدول الثانية، فإحنا عنا مشكلة. طبعاً كان في محاولات حلول من أماكن مختلفة. الجزء اللي كان كثير مركزين عليه هم شغلتين، شغلة البابليك هيلث وشغلة النيرسز. البابليك هيلث انه احنا يا جماعة ليش ما نصحى لحالنا وما نركز على الاكيوت كير، تعالوا نحكي من البيسك، ليش ما نعلم الناس النظام الصحي الهيلثي، محاربة مكافحة السمنة والسكري واي مسببات لهذه الامراض بيفور ما الناس توصل لهذه المرحلة للكريتيكال كير. خلينا نبلش من قبل. طبعاً هاي في نظريات أثبتت صحتها، اللي هي preceding and proceeding theories، إنه قبل ما توقع في الرأس المشكلة تعال نروح نحلها basically. يعني نروح للأطفال بالمدارس وهم بهذا العمر، خلينا نحكيهم شو يأكلوا شو يشربوا، شو الإشي الصح وشو الإشي الغلط، شو الhealthy practices، نحكي مع الأهل عن immunization، نحكي للولاد عن كيف يفرشوا أسنانهم، لأنه اللي كان يروح على دكتور الأسنان بيدفع $2000 عشان يحشي طاحونة. فتعالوا خلينا نحكي لهم عن أشياء بيسك before it يعني gets worse، وبتصير الأمور كثير مش مسيطر عليها. هذا أول ناحية قالوا بدنا نشتغل عليها البابليك هيلث. طيب ماشي كثير منيح، بس مين بده يشتغل هذا البابليك هيلث؟ مين بده يشتغل هاي الأشياء البيسك ويمسكها من البداية؟ الفيزيشنز كثير بيطلبوا إنكم، يعني هو كمهنة الانكم عالي. طيب الحكومة ما هي بدها تقلل نفقات، فمين بدنا؟ مين بده يشتغل هذا الشغل؟ أحكي لكم مين، النيرسز اللي صاروا advanced practice، اللي خلصوا ماجستير. فالتمريض اللي مخلص ماجستير بطل اسمه register nurse، صار اسمه advanced practice nurses. ليش؟ لأنه طبعا رح نحكي عنها في المحاضرات الجاية، لأنه المحاضرة الجاية هي nursing education. تحديدا مرحلة الماجستير صرت أنت داخل في سبيشاليتي معينة. الآن لما كنت تدرس بكالوريوس
مر عليك الماتيرنتي والبيدياتريك والسايك وكوميونيتي وكل المجالات هيك بشكل عام، انت اخذت من كل مكان جزء معين، بس لما تروح للماجستير يو هاف ا سبيشاليتي، صار في عندك سبيشاليتي اند يو هاف ذا ادفانسد رول في هذه السبيشاليتي. فبالتالي اذا انت رحت ماجستير باليتيف خلاص يو هاف ذا ادفانسد رول ان براكتسينج باليتيف، ادفانسد رول ان براكتسينج كوميونيتي هيلث و الى اخره. اذا الادفانسد براكتس هو مصطلح بيطلق على النيرسز اللي خلصوا الماجستير لانهم صار في عندهم سبيشاليتي، صاروا مور سبيسيفيكلي يعني كان they can practice this specialty in nursing. طبعا احنا عندنا هون في الاردن الماجستير هو مساق واحد، يعني بتخلص منه انت advanced practice nurse. بس في خلينا نحكي في امريكا عشان يحلوا الموضوع ويسيطروا على النفقات ويحلوا مشكله ال 25% اللي ما عندهم تامين صحي. الماجستير التمريض برضو كان في نوعين، في نوع الكلينيكال نيرس سبيشالست ونوع النيرس براكتيشنر. يمكن في بعضكم سمع انه في نيرسز بامريكا مصرح لهم مسموح لهم انهم يكتبوا وصفه، يصرفوا دواء للمريض، يشتغلوا شغل الفيزيشنز، شغل الطبيب. سمعتوا فيهم؟ حدا سمع؟ صح دكتورة، حتى انه ممكن كمان يفتح عيادة. هذول يس هذول هم صح دكتورة بالضبط. هن حكوا بس انه سمحوا للناس اللي بيكونوا بالولايات اللي ما بيكون فيها كثير، انه ولايات عن بعض كثير بعيدة وما بيكون فيها عدد طبيب. هو most states بتسمح للنيرس براكتيشنرز تو براكتس ذس، انهم يفتح عيادة ويشتغل فيها ويصرف وصفة علاج كاملة للمريض زيه زي اي فيزيشن. most of the states. وفي states تترجى انه عشان في اماكن نائية physicians ما بيقبل يروحوا إلها والانكم او السالري إلها اقل، فحكوا عشان نوفر على حالنا تعالوا نستثمر هذول النيرسز اللي بدرسوا ماجستير، نستثمرهم في بروجرام بيكون intensive انه بيدرس مواد advanced بالفارماكولوجي advanced بالphysical assessment advanced في اشي ثاني والله نسيته. بس الفكرة إنه بيكون برنامج ماجستير تحديداً لا النيرس براكتيشنز شوي بيختلف عن الكلينيكال نيرس سبيشاليست، لأنه هذول بدهم يروحوا يشتغلوا يفتحوا عيادة ويواجهوا مرضى لحالهم ويشتغلوا عليهم ويصرفوا لهم علاج ويتابعوا خطتهم العلاجية. فكان شوية برنامجهم مختلف. في كمان ريزيدنسي إنهم يروحوا يداوموا عملي حوالي 120 ساعة كمان في خلال هذا البرنامج. فحكوا خلينا نستغل هذا الجزء المتعلم بطريقة صح 100%، خلينا نأخذهم ونستغل وجودهم لأنه هم الإنكم السلري لهم أقل. يعني السلري اللي بيطلبوا نيرس براكتيشنر أقل من الفيزيشن، وعملت دراسات كثيرة أثبتت أنه ذيس أدفانس براكتيس نيرسز أو النيرس براكتيشنرز أثبتوا أنهم اشتغلوا صح مع المرضى ونتائج كثير كانت إيجابية، وحتى كمان الكوميونيكيشن كثير تحسن. ليش؟ كان الفيزيشنز في عليهم ضغط كثير فما بيشوف المريض ولا بيحكي معه، يا دوب بصرف له الدواء وبيضل رايح. وجدوا انه هذول النيرسز في عندهم طريقة الكوميونيكيشن مع البيشنتس كثير كانت احسن. وكان يعني في احد الدراسات قرأتها وكنت حاطها انا لطلابنا بس لما كان الفصل بيسمح، يعني النتائج اللي طلعت كانت بروميسينج. وهالشيء مين عززه اكثر شيء؟ اوباما. اوباما من اول ما استلم عمل شيء اسمه اوباما كير او الافوردبل كير اكت، في بنود كثيره من ضمنها موضوع انه جيبوا النيرس براكتيشنرز وفعلوا دورهم وخليهم هم يمسكوا البرايمري كير. شو البرايمري كير؟ اللي هي زي ما حكيت لكم بيفور، قبل ما الناس بتصير وضعها كريتيكال، خلي النيرس براكتيشنرز، خلي التمريض هم اللي يمسكوا البيسك برايمري كير، هم اللي يشتغلوا مع الناس، يواجهوا الناس، يشوفوا الناس قبل ما تمرض وقبل ما يعني تصير حالتهم الصحية سيئة. وعزز شغلات كثيرة كانت يعني حولها دور للنيرسز، زي مثلا انهم بيشتغلوا على البريفنتيف كير، خطط التأمين الصحي صارت تشمل كثير أشياء ما كانت مشمولة، immunization، حتى استشارة الـ شو بنسميها الرضاعة الطبيعية برضو عززها، حكى تعالوا في نيرس براكتيشنرز بدنا نسميهم بس البريست فيدينج كونسلتنتس، هذول بس استشاريين للرضاعة الطبيعية. يعني ركز على كل إشي بريفنتيف، على كل إشي بروموتيف، وأمثلة كثيرة طبعا، بس إنه هذا أهم الأشياء اللي أنا متذكرتها كأعطيكم مثال شو يعني advanced practice. ف
فمن هون اجت الفكره ادفانس براكتس هم نيرسز اللي خلصوا ماجستير they can hold بيقدروا يمسكوا جزء كثير كبير من القطاع الصحي فعلا هو بحاجتهم. طبعا هذا الشيء لسه موجود مش موجود عندنا بالاردن. نتمنى انه احنا التمريض اللي بيخلصوا ماجستير مش بس يمسكوا شيء اداري وخلص، هذا اذا صح لهم يمسكوا شيء اداري، في شيء اهم من الاداري الان انه منواجه صحه العالم اللي رايحه شوي باتجاه كرونيك ديزيزز، بتعمل ديسابيليتيز، بتعمل مشاكل على مدى طويل ترهق القطاع الصحي. اذا هاي فكره ادفانس براكتس باختصار. نيرس براكتيشنر زي ما حكينا قللت الهيلث كير كوست، يعني صرنا نصرف اقل لانه استغلينا هذه الفئه اللي they can manage هذه المشاكل. Improving quality of care طبعا لان هم يعني عندهم الليفل الكافي لانهم يشتغلوا هذا الشغل. Number of studies زي ما حكيت لكم conducted over the past few years، يعني من لما اوباما حكى يلا هاي اوباما كير وبدنا نشتغل على ال improving الرول او strengthening الرول للadvanced practice nurses اللي هم نسميهم الـ ABN fit into the healthcare system، وفعلا اثبتوا قدرتهم. طبعا في البدايه many physicians opposed، يعني حكوا لا وعارضوا ولانه يعني حسوا انه في تهديد انه هذول they could cut into their practice and source of income، يعني انه راح يقللوا من فرصتنا احنا في العمل كتحديدا primary physicians اللي هم الطبيب العام. طيب هيك احنا شرحنا لكم موضوع الادفانس براكتس، مهم جدا نعرفه لانه ترندز، يعني انا بدي اعرف التمريض لوين رايح. نيجي آخر شيء، بس في عنا 4 institutions جبنا سيرتهم في أماكن مختلفة، نأكد على الفرق بين كل واحدة والثانية عشان نكون فاهمين شو يعني. فجبنا سيرة الناشنال ليج فور نيرسينج اللي هي الـ NLN، برضو رح نجيب سيرتها في المحاضرة الجاية اللي هي النيرسينج إدوكيشن. الـ NLN بشكل عام هي الـ First National Nursing Organization وتشكلت في أمريكا. الهدف الرئيسي منها تحسين جودة برامج التعليم للنيرسينج، يعني مين اللي ما إلهاش دور في النيرسز بعد ما يتخرجوا، هي تتحكم في جودة برامج التمريض، تعطي أكريديتيشن للنيرسينج بروغرامز كبرامج ماجستير ودكتوراه والبكالوريوس. فالبرايمري بيربوس من الـ NLN to maintain and improve standards of education، يعني إنه تأكد إنه النيرسينج education standards 100% صح. Major functions to accredit schools of nursing، يعني it gives accreditation to schools of nursing، بس تفتح إنه يس انتو معتمدين لحتى تدرسوا عندكم طلاب تمريض يتخرجوا في هذه الشهادة. في other services ممكن تعملها هاي الـ NLN بالتعاون مع جهات أخرى، يعملوا امتحانات evaluating new graduate nurses، ممكن يشاركوا في امتحانات البورد اللي بتنعمل للطلاب بس يتخرجوا، continuing education workshops وconferences وبعض المجلات ممكن تكون تابعة إلها. إذا هذا الناشنال ليج فور نيرسينج، نتذكر إنه هو له علاقة في التعليم، الجودة النيرسينج إديوكيشن، الكواليتي أوف نيرسينج إديوكيشن. بنروح للـ ANA وبرضه سمعنا عنها وحكينا فيها كم من مرة، حكينا هي بتشبه كيف مجلس التمريض عندنا في الأردن، فروع مختلفة موجودة في كل أغلب دول العالم عندهم مجلس تمريض، هذا مجلس تمريض اللي بيخص أمريكا ANA. وزمان كان اسمه Nursing Alumni Association for US وكندا، بعد هيك صار اسمه الـ ANA. Major Purpose إله شو برأيكم؟ الـ ANA بيكمل دور الـ NLN، دوره بعد ما يتخرجوا النيرسز لما يشتغلوا بيصيروا Staff Nurses، هو بيحمي حقوق التمريض، بيتابع الكواليتي للـ Practice of Nursing، الـ Professional Growth، حقوق الممرضين انه ما حدا يعتدي على التمريض، ما حدا يسيء لمهنة التمريض، يحصلوا الورك كونديشن اللي بيستاهلوها من تأمين صحي ورواتب وإجازات وغيرها. إذا هو بيحاول انه يرتقي بالبروفيشنال جروث للمهنة، بيدعم النيرسز انهم هم يحققوا مصالحهم الاقتصادية، عائلاتهم، ظروفهم الاجتماعية تكون فعلا تستاهل التعب اللي بيتعبوه، والاندبندنس اوف ذا براكتس يعني استقلالية المهنة. وحكيت لكم يعني الـ ANA قوية جدا، بتقدر تدافع عن التمريض، بتقدر انه فعلا تحمي الأشخاص اللي بينتموا لهذه المهنة، وهي من أكثر المؤسسات اللي فعلا
فعلا لما حدا بيشتغل تمريض في امريكا بيرفع راسه، بيرفع راسه لانه الاي ان اي يعني المؤسسه اللي اثبتت انه التمريض از ان اندبندنت براكتس، ومن المؤسسات اللي فعلا دعمت رول انه نيرس براكتيشنرز هم نيرسز they can manage primary care issues. الاي سي ان هي الانترناشونال كونسل اوف نيرسز، يعني الاي ان اي وكل مجلس تمريض موجود في دوله كلهم تابعين لهذا الانترناشونال كونسل اوف نيرسينج الاي سي ان. اذا هو بيشمل الناشونال نيرسينج اورجانيزيشنز الموجوده في دول مختلفه، تقريبا عددهم 104 اسوسيشنز في دول مختلفه من العالم. مجلسنا التمريض هو واحد منهم تابع لل الاي سي ان. طبعا بيعملوا انترناشونال كونفنشن، يعني انه معاهده دوليه بتنعمل كل اربع تتجدد كل 4 سنين. يمكن نسيت احكي لكم عن الاي ان اي هون تحت، انه هو له رول في الكود اوف ايثكس. حكيت لكم احنا كود اوف ايثكس موجود عندنا في نقابه التمريض، وبعضها مستمده من الكود اوف ايثكس اللي عملوه الاي ان اي. إذن ICN coordinates its efforts في الـ United Nations كمان، تنسيق الـ International Organizations مع بعضها، مجالس التمريض في هذه الدول كلها في النهاية بتنتمي لهاي اللي هي الـ International Council of Nurses ICN. شيء بدنا نحكي عنه سيجما ثيتا، يمكن سمعتوا فيها، هي الـ Organization اللي جاءت فكرتها أكثر إشي من ضمن كل هذول اللي هي فخرية، الناحية الفخرية. حكوا إحنا لازم يكون في مؤسسة تعنى بالأشخاص اللي فعلاً عملوا تغيير في المهنة، عملوا أشياء لازم تكون يعني هي distinguished ولازم الناس تعرفها وتشوفها. فحكوا إحنا بدنا نعمل هاي الأونر أورجانيزيشن اسمها سيجما ثيتا تاو بكل الكوليجز يونيفرسيتيز انستتيوشنز، بتميز الاشخاص اللي قدموا شيء مميز للتمريض، ديستينجويشد في الليدرشيب في البراكتس كونتريبيوشنز، يعني رفعت من مستوى المهنه. طبعا عندهم لايبراري كثيره، ممبرز مشاركين فيها، بتعمل حتى ممبرشيب للطلاب، احيانا بيكون يعني اشتراكه اقل كدعم للطلاب التمريض انهم يشتركوا فيه. في له كمان اونلاين جورنال بينزل للممرضين انهم هم ينشروا فيه، مع يمكن في ديسكاونت على الفيز له للاشخاص اللي مشتركين فيه از ممبرز. طبعا انا ما اشتركت فيه، علما باني من سنين سمعت فيه وانا بامريكا، بس اذا حدا حاب يستزيد اكثر يعرف أكثر عنه، في عنا إحنا بعض زملائنا هم ممبرز زي دكتور ميسون ودكتور حمزة أعتقد، فهذول الأشخاص ممكن يفيدكم أكثر معلومات if anyone is interested إنه يعرف أكثر عن السيجما ثيتا. ولله الحمد توبيك 2 أو اللي هو الشابتر 3 على حسب ترتيب الكتاب بيكون خلص. لسه معنا وقت؟ طيب احنا لسه في محاضرتنا، استنوا يوم السبت راح يكون برنامجه اثنين، فما بتكونوا معي يعني ما في يوم السبت هذا اللي بدي يجي علينا، ما فيش لكم اشي معي. راح ابلغكم اسرع وقت ممكن بخصوص الامتحان وين راح يكون على اي منصة، يعني هينا بنحاول شو ممكن نعمل. الامتحان زي ما حكينا لكم هو 8 اسئلة، كل سؤال علامة وربع، 8 أسئلة يقسموا 4 للتوبيك الأول و4 للتوبيك الثاني، وإيش كمان فقط. حد عنده أسئلة حاب يسأل؟ دكتورة بس عندي استفسار صغير لإلك. نعم. شغلتين. هلا الشغلة الأولى، أنت حكيتي هلا إنه محاضرة السبت حتكون الاثنين؟ لا، كل سبت في له برنامج يوم من الأسبوعين اللي راحوا، يعني السبت اللي راح برنامج الأحد اللي هو 27/9. شفته. السبت اللي بدي يجي برنامج يوم اثنين، فانتوا اصلا اثنين ما لكم محاضره معي، فما ما فيش لقاء السبت هذا اللي بدي يجي عليه. السبت اللي وراه ثلاثاء لو وقتها ان شاء الله بنحكي ان شاء الله. دكتوره نعم. هلا بدي اسالك سؤال. هلا انا وانت عم تشرحي كنت رافعه ايدي قبل ما تبلشي بال الاي سي ان، لانه بصراحه انا ما ميزت بيناتهم، يعني كنت مش مميزه ال ان اي ان اي لا ال اي ان اي وال ان ال ان ما ميزت بيناتهم، دخلت الثالثة ما ميزت بيناتهم أبداً. طيب.
ميز بس إشي واحد إنه الناشونال ليجل فور نيرسينج هي بس لجودة التعليم. ناشونال ممتاز يعنى بموضوع التعليم، طبيعة برامج التمريض معتمدة مش معتمدة، حسنوها غيروها إلى آخره، تحديدا التعليم يعني مرحلة ما قبل ما يصيروا نيرسز. بنروح لـ ANA، وطبعا ANA هو أحد أبناء الـ ICN، يعني ICN هو الانترناشنال اللي بيتبع له ANA وغيرها من مجالس التمريض في أي دولة ثانية. الـ ANA يعنى بالمهنة نفسها، الممرضين اللي بيشتغلوا في المهنة، تحسين كواليتي خدمة التمريض، تحسين ظروف حياة الممرضين اللي بيشتغلوا، حماية حقوقهم، يعني إنه المؤسسات ما تستغلهم. نعم يعني فينا نحكي إنه الفرق إنه واحدة بتفكر بجودة التعليم هو لساته، نعم، يعني زينا نحن مندرس، نعم، والثانية اللي هي كادرة التمريض اللي بيكون، نعم، بالمستشفيات وهدول. نعم، والآي سي أن هي المؤسسة الانترناشنال اللي بيتبع إلها ANA و other nursing councils في دول أخرى في كل الدول العالم لأنه international. طبعاً هاي البيسك، هاي الفروقات البيسك. أحياناً يعني إحنا حكينا لكم الفرق الأساسي، بس أحياناً في شغلات صغيرة ممكن تكون مشتركة بينهم، بس إحنا ما رح ندخل بتفاصيلها، بس إجمالاً التمييز الرئيسي هو واضح بينهم. هلا واضح الحمد لله. طيب ايش كمان؟ مين عنده سؤال؟ ما في اي اسئله؟ طيب نعمل داونلود اتندنس شيت. اوكي نزلناها، نعمل ستوب ريكوردينج دكتوره. نعم هلا بس سؤال صغير، هلا في دكاتره من كليات تانية حكونا اذا احنا بنكون مثلا نحضر محاضره على التيمز، مسكت حالي انا فتحت على البي دي اف ماشي، ببين عندك انه انا طلعت، مع انه انا بكون طول المحاضره يعني سامع محاضرتك بس فاتحه بي دي اف عشان اكتب زي نوتس على جنب بعد دفتر. فهمت عليكي، هذا الشيء جد انا طيب كل المحاضرات بكون صراحه ما طبعا. يعني ما حدا سالني هيك سؤال، فما جربت اشوف انه اتبع لحدا انه اوت، ما تبعت لحدا. فمثلا نسرين اتوقع، انا نسرين، نسرين انا رح ارجع مثلا للمحاضرات واشوف نسرين هل كنتي بتفوتي بتطلعي، بساعتها ممكن بعرف انه انه اذا فتحت البي دي اف ببين هيك، فلوقتها بنحكي يعني بنشوف انه ممكن بتحاولي انك انت مثلا تطبعيها تحطيها على جنب عشان ما تضطري تطلعي. عشان انه اعمل عشان انا اعمل حسابي بهاي المرحله، خلاص انا راح اشوف وارد يعني خبر على بوست كامل انه نعم يظهر كذا او لا يظهر. يعطيك العافيه دكتوره، الله يعافيكي.